تعالوا بقى نعمل مع بعض الكنافة التقليدية اللي بالمكسرات بتاعتنا. هنعمل ايه؟ اول حاجة هنجيب الكنافة وهنسيبها مكشوفة للهواء او هنشيلها في الفريزر لمدة ساعتين ثلاثة. هنطلعها يا اما هنفركها بايدينا هتنزل ناعمة كده زي الشعرية، يا اما ممكن نحطها في الفود بروسيسر او في الكبة ضربتين لحد ما تنعم معاكم بالشكل ده. هنستخدم سمنة بلدي، هنستخدم للحشوة اي مكسرات انتوا بتحبوها مع السكر والقرفة زي ما انتوا عايزين، اي مكسرات عندكم في البيت، فول سوداني، جوز هند، زبيب اللي موجود. بعد كده هنعمل لها الشربات، نص مقدار السكر مية، كوبايتين السكر عليهم كوباية مية. بعدين بنحط لهم بعد ما بيعقد عصرة الليمون علشان ما يسكرش معانا، واللي بحابب انه يعمل الشربات ملون هنحط له بودرة زعفران يطلع باللون ده، فتبقى الكنافة عندكم ملونة على أصفر شوية. واللي حابب يحط منكهات ممكن يحط حبهان، ممكن يحط قرفة عيدان، ممكن تحطوا فانيليا، ممكن تحطوا بشر ليمون، ممكن تحطوا بشر برتقال، ممكن مية ورد، ممكن مية زهر. في الآخر خالص لما باجي أنزل الليمون أنا بحط معلقة سمنة ومعلقة عسل جلوكوز، وقلت لكم أكتر من مرة إنهم بيحافظوا على العسل وبيحافظوا على الحلويات وكمان بيدوهم طعم وقوام حلو جدا، عشان بس إيه نبقى متفقين. في ناس بتعملها في الاير فراير وفي ناس بتعملها بزيت وفي ناس بتعملها بسمنه قليله، مش غلط، لكن التقليدي انها بتاخد كميه سمنه محترمه. السمنه شويه اللي ساحوا دول هاخد منهم شويه هنا واسيب الباقي يسيح على نار هاديه، انا مش عايزه اقدحها، اغطي بيها الصينية كيكة الشوكولاتة اللي اتسألنا عليها معاكو على الشاشة. وبعدين ابتدي ارش الكنافة بتاعتنا لحد ما اعمل طبقة متساوية مغطية الصينية من تحت بايدي كده، بساوي واروح على الناحية التانية. لما اتأكد ان انا غلفت الصينية كلها وانها كلها ارتفاع واحد بايدي كده ببتدي اكبس الكنافة. طيب كبس الكنافة بيأثر على ان الكنافة تطلع طرية او ناشفة. ليه سكر؟ علشان السكر ده اللي بيمسك الحشوة مع بعضها عشان ما تبقاش مفرفطة. رشة من المكسرات اي نوع، اي نوع موجود عندكم. نقوم جايبين باقي الكنافة ونبتدي نوزعها على الوش. ونبتدي نسقي الكنافة بتاعتنا بالسمنة اللي سيحناها. هتدخل الفرن كده وبعدين نسيبها تهدى وبعدين نقلبها، وممكن تقلبوها وبعدين تسقوها بالشربات مفيش مشكلة، بس انا بحب اسقيها بالشربات في الصينية بتاعتها.